القدس للبحث العلمي وجودة التعليم، طبعا بمبادرين أولهم الأستاذ منيب المصري وجامعة القدس والجامعة الأردنية، إحساسا منهم بوجود طاقات خلاقة في الجامعات الفلسطينية، طبعا جامعة القدس بالدرجة الأولى. فمن هون إجت الفكرة في وجود شح المصادر، الأخذ بيد الباحثين والمبدعين خطوة درجة أخرى لاستكمال أبحاثهم وإبداعاتهم في إطار هاي الوقفية. جامعة القدس سوف تحتضن الباحثين المميزين بأبحاثهم المميزة بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية. هلأ إحنا في مرحلة تحديد المجالات البحثية المهمة لفلسطين على شكل مجموعات بحثية أو تجمعات بحثية من داخل الجامعة وخارج الجامعة. في النهاية بدنا بحث علمي تطبيقي له أثر على حياة الفلسطينيين بشكل عام، وأنا بعتقد أنه الجامعات قادرين، طلاب قادرين، والمدرسين قادرين، بدهم شوية هاي الأدوات الصغيرة البسيطة جدا من دعم مالي حتى تساعدهم على إنجاز أبحاثهم العلمية. ولذلك البحث العلمي إشي ضروري لكل دولة، وإحنا بنعتقد فلسطين هي بأمس الحاجة إنها يكون في عندها معرفة، تصدر المعرفة، دخل منيح للمعرفة، تشجيع المبدعين، وفلسطينيين قادرين ومؤهلين جدا إنه نكونوا من المبدعين، لأنه في مبدعين كثير وكلهم بروحوا للخارج وبنخسرهم عمالنا. فبدنا فلسطين تستفيد من إبداعاتهم واختراعاتهم ونبوغهم. وأنا شاكر للجامعة القدس اللي احتضنت لي لكون الحاضنة للإشي هذا، والجامعة الأردنية هي الحاضنة في الأردن، ومؤسس منيب رشيد المصري هي شريك مع ثلاثة لإشي اسمه أكاديمية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم، لأن القدس بفؤاد كل هذا، وهي القدس المجمعة، فكل إشي بنعمله البوصلة تاعتنا نحو القدس. لا شك أنه هذه مبادرة رائدة بتعالج مجموعة من القضايا اللي بعاني منها البحث العلمي في فلسطين. المشاكل طبعا بتشمل ضعف البنية التحتية، ضعف التمويل للمشاريع البحثية، بالإضافة لضعف اللي هو النزعة التشاركية بين الباحثين الفلسطينيين. فبنتأمل أنه توفير تمويل للبحث العلمي الفلسطيني يفتح المجال أمام الباحثين الفلسطينيين أنهم يتقدموا بمشاريع بحثية مشتركة اللي بتعالج قضايا جوهرية بتمس المصلحة المجتمعية الفلسطينية، بالإضافة طبعا للمشاريع الريادية اللي ممكن أنها تساهم في التطوير الاقتصادي في فلسطين. الحقيقة أن المشروع البحثي المقترح والذي يمضي بخطوات متسارعة للتطبيق العملي، هذا بالتأكيد سينعكس إيجابا على مسيرة التنمية الفلسطينية بمختلف أبعادها، لأن المطروح حاليا مطروح محاور بحثية، محاور تدريبية، وهذه المحاور البحثية سيكون لها تأثير إيجابي جدا على مختلف القطاعات الفلسطينية.